في الفتاح أحمد وائل فرج محمد الحصن نار ما دخلت بيت آية أحمد يونس ولا سرقت السبع روايش ولا الخاتم الذهب ولا 2 كوانتز الذهب ولا 1700 ولا تعرفوا مين اللي سرق ولا صلبت حد سرق ولا له شك في سرقته. الله خير الشاهدين. راح اجيب جزء تدير جزء هناك يا عمك ان شاء الله. لا زي ما انت كده بس دير قعدتك. لا لا زي ما انت كده فوق افرض انسرق خالص يا ايوه دخل جوه زي ما قلت لك. دي مش هتعمل. اعمل ايه؟ اعمل لسان. اعمل لسان فيها 5 شهور. استغفر الله. خش خش بسرعه. طلع ابن عمك. طلع ابن عمك ما تعملش كده تاني عشان ما تحولش نفسك. طلع حماد. ركن يا شيخ. هذا حق هدول. يلا حماد. سلام ورحمة الله. ما يطول في عمرك. ثلاث مرات. ما تحطش السلك في السيارة. ثلاث مرات. احرق كده ثلاث مرات. ما تحطش السلك في السيارة. خمس الناس اللي تجيبها وكلمك 10 دقايق طيب؟ خد ازازه يا استاذ. ماشي بس ما حدش يرقم معايا يا شباب. حطها واشرب. 10 دقايق وكلمك. اشرب اشرب كمان. اشرب يا شيخ انا ما خافش مني. الحمد لله. تعال اعمل حاجه. تعال يا دكتور. تعال يا ريس تعال. محدش يزعل مني يا جماعه رجعنا انت خلي اسامك خلي اسامك كله ده بلاء ربنا عبيد ده بلاء ربنا الحمد لله خلي اسامك خلي اسامك كله وده بلاء اسامك خلي اسامك الله سمك براءة بإذن الله براءة بإذن الله